شكرا محمد علي، انا حسيت بكل شيء. نحب نتوجه لليك ومن خلالك للمرفق العام لتلزا الوطنيه على اهتمامها بكره اليد قبل كاس العالم وبعد كاس العالم. مرحبا. لانه معناتها لا هذا حق ويزم يتقال. اليوم عندنا الحمد لله المرفق العام اللي مازال يتبع في الرياضه هذه، لانه الرياضه هذه ممكن ما نتبعوها الا اما فما مشكله كبيره باش نتقوى، الا معناتها فما نجاح كبير، ولكن احنا نحتاج الى قنوات وقناة تلفزية تتبع كرة اليد على مدى العام تاعها وتوصلها إلى جمهورها العريض. اليوم هذا تعمل فيه التلفزة الوطنية بقنواتها اثنين ومشكورة، وحتى إذاعة الشباب اللي زادة معناتها تتبع في كرة اليد وتنقل في مقابلات كرة اليد كل أسبوع، وهذا مشكورة عليه، لأنه الإعلام اليوم زادة كي يتبع رياضة تاع كرة اليد ما يتبعهاش كان في 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 وقت الأزمة ولا وقت الخيبة ولا وقت الانتصار. نحن نحتاج إلى متابعة متواصلة، إلى متابعة متواصلة، ونحتاج إلى النقد الموضوعي، ونحتاج إلى الإيجابية.